منح البرلمان الإسرائيلي مساء أمس ثقته للإئتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني نفتالي بنت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12 سنة متواصلة في السلطة. كيف تم ذلك غوى؟ دعنا نتابع كيف تم ذلك حمود ومشاهدينا. إذن 60 نائبا صوتوا لصالح الائتلاف الجديد المتنوع ما بين اليمين واليسار والوسط، بالإضافة إلى حزب عربي يتزعمه الإخواني منصور عباس، في حين عارض الائتلاف 59 نائبا معظمهم من حزب الليكود بزعامة نتنياهو والأحزاب اليمينية المتشددة. اللافت في هذه الحكومة الجديدة مشاهدينا وجود 9 نساء في تشكيلتها، معظمهن ينحدرن من بلدين عربيين هما العراق والمغرب. وسيتولى رئيس الوزراء زعيم حزب يمينة منصب وزير الداخلية عام 2023، بينما يتسلم رئاسة الوزراء في ذات العام يائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل الذي أسندت إليه حقيبة الخارجية في الحكومة الحالية، فيما أسندت حقيبة الدفاع إلى بني غانتس زعيم حزب أزرق وأبيض.